صباح الخير، كيفكن يا احلى متابعين؟ ان شاء الله تكونوا بالف خير. رجعت لكم بفيديو جديد وبيوم جديد وباجواء جديده. واول شيء بتشكركم من جواد قلبي على تعليقاتكم الحلوه اللي علقتوا لي اياها على الفيديو الماضي اللي كان هو خطبه اختي. الله يسلمكم يا رب، وان شاء الله عقبال هيك فرحكم جميع، وان شاء الله عقبال مراد قلب الجميع، والله يسعدكم كليتكم يا رب. خلي لي قلبكم، والله ما قصرتوا. وهلا اليوم رح اشارك معكم كيف كانت التجهيزات وعم نشتري الاغراض وهيك شغلات، رح اشاركها معكم. وان شاء الله في فيديو تاني رح انزلكم المشتريات وكيف طبقناهم وهيك. فاذا حابين تتابعوا الفيديو لا تنسوا تحطوا لي لايك وتشتركوا بالقناه، واهلا وسهلا بكل حدا جديد انضم لعائلتنا. طبعا مثل مو شايفين طلعنا نشرب القهوه برا، يعني كانت كثير طلعتنا من البيت لانه فتره يعني المده اللي اشترينا فيها الاغراض كانت فتره كثير قصيره، فنشرب قهوه برا البيت، ناكل برات البيت، كتير قضينا وقت حلو. ونحن ذاتا يعني انه كنا هيك عم نقضي اكتر وقت مع بعضنا يعني، فاجتنا حجة يعني الاولاد عند ماما وانا وهي، يلا برات البيت، الاكل كان برات البيت، القعدة برات البيت، كتير كتير انبسطنا وكانت اجواء بتجنن عن جد يعني. الله يسعدها يا رب، كتير انبسطنا مع بعضنا واخر ايام قضيناها كتير حلوة. ان شاء الله هيك عقبال ما كليتكم تفرحوا باخواتكم وبولادكم وبالجميع ان شاء الله يا رب. وهلا هيك بعد ما خلصنا القهوه واكلنا بوظه، بعدها هلا طالعين رح نروح ننزل على المول نشتري شويه اغراض ورح ناخذكم معنا طبعا، وما بيخلى الامر يعني. انا بس نزلت على الشارع ورح امشي او اي شيء، ما فيني ما اكل برا يعني، انا مستحيل انه ما اكل برا لو اي شيء، طول ما ماشيه بدي اكل يعني معروفه. بس حدا طلع معي بيعرف خلص ما في دايت، ما في اي شيء، بس طلعت لبرا وشفت شيء هيك بحس الاكل هو بيصرخ لي عن جد يعني، ما انا بروح لعنده هو بيصرخ لي. وانتو كمان كتبوا لي تحت بالتعليقات فيكن هاي العادة، اذا كنتوا برات البيت بتحبوا تاكلوا برات البيت، الا لا ما بتفضلوا هذا الشيء. يلا وخلونا نتابع كمان الفيديو مع بعضنا سوا. طبعا مثل ما شايفين هلا اول شيء اجينا على البواط، طبعا حسب تصوير الفيديو هيك يعني انه حسب ما نحط يعني، ما شرط انه نكون اول محل دخلنا له وهذا اللي فيه بواط وهيك شغلات، لا طبعا بس انه هيك انا حطيت لكم مقاطع من المحلات اللي دخلنا عليها، لانه كثير صعب انه احط كل المحلات، بس لانه اكثر شيء ركزنا عليه هو البواط، كثير اشتريت بواط لانه كل لبسه هيك يعني، كل لبسه كان سبورات. هلا نحن ما اشترينا جهاز عروس نظامي انه كل شيء مثل فساتين سهره وهيك مثل ما كنا نجهز بسوريا وهيك، لا كان لبس اغلبه سبور، بيجامات يعني، شغلات بتلزم يعني انه للبيت وللطلعه ولهيك شيء هيك يعني، بس تمام انه ما جهاز نظامي مثل اللي كنا بسوريا، فساتين سهره وما بعرف شو ما بعرف شو هيك، لا اكيد هلا هون اختلف الوضع. وذاتا هلا هون صرنا كل يومين ثلاثه بينزل شيء يعني، ما في داعي نشتري نكردس بالخزانه وتمام يعني، شيء بيبطل مط وشي هيك. طبعا اشتريت اغراض مناح كثير واشترينا كميه منيحه، بس يعني معنى الحكي انه كل شيء شيء لازم اللي كانت حتلبسه. هلا ان شاء الله في الفيديو الثاني رح افرجيكم الاغراض اللي اشتريناها كليتها، رح افرجيكم فيديو المشتريات يعني انه الاغراض اللي اشتريناهم. طبعا ما فيني اعرض الاغراض كليتها، اللي فيني اعرضه رح اعرض لكم اياه ان شاء الله، ورح افرجيكم كل الاغراض المشتريات اللي اشتريناهم يعني رح اعرض لكم اياهم. كنا عم نحكي على هدول انه ناخذهم سوا، في عندها بدل اسود طبعا للشارع يعني، فستان اسود وفوقه جاكيت جينز، قلت لكم رح اعرض لكم اياهم كليتهم، بس اخر شيء اخذناه وحده من هدول كليتهم، ما اخذنا هاي، احذروا اي وحده اخذناها، اخذنا وحده لبدل اللي طلعت فيه اول ما طلعت فيه يعني من بيت اهلي، اخذنا يعني هذا البدل لانه ما كان فيه لا عرس ولا شيء ولا هيك، اخذها وراح هو وياها رح يروحوا شهر عسل، حاليا لسه ما راحوا شهر عسل، راحوا على بيتهم بس رح يطالع على اسطنبول ان شاء الله شهر عسل رح ياخدها. بس اول شيء اول فترة راحوا على البيت يعني. سألتوني اختي وين؟ اختي بطمان يعني، تجوزت على بطمان هون منطقة بتركيا، بتبعد عننا تقريبا شيء 13 ساعة، هي على حدود العراق اسمها هي المنطقة بطمان، منطقة كتير حلوة وبتجنن. طبعا انا شفتها على الموقع وهيك يعني، ماني رايحة عليها ما زايرتها، بس ان شاء الله عن قريب عن قريب رح اسافر على محل، يمكن ما على الاكيد بس 80% انه عندي محل رح اسافر عليه رح اروح، وطبعا رح اشارك معكم هي
هاي الأجواء إذا رحت بقى. إذا لي اسمه إن شاء الله رح أروح ورح أشارك معكم هالأجواء، ما لي اسمه بيكون ما لي اسمه. ومثل مو شايفين هلأ جينا نشتري، كان أغلب لبس أختي هيك أسبور يعني، هيك كله اللي اشترينا ليا هيك لبس، حتى سبدرينات يعني ما في هالسبدري هيك القناة النادر الكعب العالي وهيك شغلات، أخذت كم وحدة هيك تمام هيك يعني، بس إنه لا كان أغلب لبسة هيك سبور، كل لبسة هيك سبور منه بتطلع منه فيهم على الشارع يعني، ومنه يعني بتستفيد منهم انه بتلبسون وبيجامات وهيك شغلات وجزادين، كل شيء كل شيء اخذنا يعني برانس كتير شغلات رح اشارك معكم كليتهم طبعا، قلت لكم رح افرجيكم اغلب الاغراض اللي اشتريناها، بس اللي ما فيني اعرضها ما حاعرض لكم اياهم. هذا المحل اللي بشتري من عنده شناتي على طول على طول على طول، كل شناتي من عنده يعني، مستحيل انه ما اشتري من عنده شيء، كل ما بنزل بكون في محل جديد. وهون دخلنا محل اشاربات كمان اخذنا من عنده اشارباته كمان حلوه على طول بشتري من عنده. حبيت هيك اعطيكم يعني فكره لمحه عن الاغراض اللي كنا عم ناخذها. وفيديو الثاني ان شاء الله رح افرجيكم المشتريات اللي اشتريناها هون، في كتير شغلات حلوه كتير حبيت يعني. شوفوا هلا رح اترككم مع الفيديو هيك تفرجوا لكم، خذوا لكم هيك لمحه وجوله، وهي الفروه بتجنن كتير حلوه اخذنا كمان منها، انا اخذت وحده وهي اخذت وحده بس غير لون اللي اخذناهم، ما هدول هيك ان شاء الله رح افرجيكم اياهم، ورح اخذ وحده ثانيه من هي لانه كتير حبيت. وهلا هذا المحل اللي بيشل شلالان عن جد يعني بيجنن، هلا رح اعيفكم مع هذا المحل وتفرجوا انتم خذوا لكم هيك نظره، وعن جد اسعاره كتير حلوه وكتير رخيصة وشغلات بتجنن. عم بستنى اخد بيت مشان افرشه بقى، بس سبحان الله الاسم. يلا الحمد لله على كل حال. مثل ما شفتوا هداك المحل اللي هلا كنا فيه عن جد فيه غراض بتجنن بيشل شلالان. ان شاء الله قلت لكم انه بس اخذ بيت رح اخذ فيه، انا لحد الان لسه بركب هذا البيت اللي كانت فيه سلفتي، لهلا ما اخذت بيت طبعا لانه حصرا بدي بمنطقتي ما فيني اطلع من هون، فمشان هيك سبحان الله يعني ما بتتيسر مع الله بيقسم لنا، اغلب البيوت ما بيرضوا يعطوا سوريين على هذا اللي واقفين. وهلا اعطوني رايكم بهدول البرانس، رح ناخذ برانس من بيناتهم انهم تتوقعوا انه نكون اخذناهم، رح نختار واحد من بيناتهم ناخذهم طبعا من الكل اللي
عرضتهم يعني، رح ناخد واحد من بيناتهم بعود بشاركه معكم كمان بفرجيكم اياه. هلا لازم استراحة مثل ما قلت لكم، يعني انا ما بصير بلا الاستراحة. دخلنا عند كنافة هطاي، اكلنا كنافة، بصراحة انا ما بحب الحلو زيادة يعني نهائيا، هيك يعني شي دقت البوظة اللي فوقها بس، لانه ما بحب الحلو انا يعني طول، يعني ما باكل حلو، ما بقدر اكل حلو قطعة صغيرة اذا اكلت. فيعني بس دخلنا هيك تفرجت عليها وضلت هون عنا بانطاكيا، محل كنافة هطاي كتير مشهور، هو بيكون عند نهر العاصي. كتير طيبة عنده طبعا، اللي بحب الحلو هيك طيبة، بس انا يعني انه مثل ما قلت لكم ما بحب الحلو زيادة. وجينا عند هذا المحل، عن جد كمان عنده شغلات بتجنن، كتير حبيت الديكور ولفت نظري الديكور. طبعا استأذنت صاحبة المحل وسمحت لي انه اصور، تمام، فحبيت هيك اخذ لكم لقطة واصور لكم. عن جد ديكورها بجنن، وعنده شغلات كمان كتير حلوة، ما بس ديكور لا، كمان يعني انه الشغلات موجودة عندها كتير حلوة، حبيتها يعني. جينا على محل غريتس موجود بالمولات، يعني بتلاقوا هذا المحل فيه كتير ماركات، ماركة رويال، سيفورا بالعربي ما شفتها، ماركة كتير حلوة يعني، ما في مسكرة سيفورا بس في رويال، في كتير عندهم يعني ماركات، وانه فيكن تاخدوا منهم، وكان في عروضات كتير حلوة. شايفين من 100 لل 48 ليرة، هذا من 83 نزل، يعني كتير كانت اسعار كويسة ونزلة كميات كتير يعني كويسة، انه تقريبا للنص، وفي منهم اكتر من نص، 60% 40% 50% حسب. طبعا هن منعوني من التصوير، ما قدرت اصور بالضبط، بس حبيت افيدكم بشغله انه انتبهوا على الاسعار. هلا مثلا على التنزيلات، انا اشتريت اول فاتوره وصلتني رساله ما كان معي كرت، اذا معك كرت تبع الخصومات تمام بيقطعوا على الكرت بيمشي الحال، بس اذا ما معك الكرت رح يكون معك موبايل، بوصلك رساله على الموبايل. هلا هون بركنا استراحه، يلا هلا بكمل لكم الحديث عشان تشوفوا انه وين انا. هون اخر شيء عند خلصنا، بركنا استرحنا شوي بعدين رجعنا. ايه فانتبهوا انه على الخصومات، تمام، انه مثلا وصلتك رساله بيقطعوا لك الخصم. ثاني مره رجعت اكمل اغراض، جيت اشتري ما وصلتني رساله، انا ما اخذت رقم موبايلي، وصلتني رساله الاغراض اللي اخذتها كلية، اللي مثلا هذا الكريم مثال ب 100 نازل لل 48 ليره، لا انحسب علي ب 100، تمام. مثلا الشامبو اللي حقها 36 كانت نزله لل 20، انحسبت علي 36 لانه ما وصلتني الرساله. فطبعا راجعتهم انا بهذا الموضوع واخذت معي الفواتير والاغراض رح يكونوا معك، انه ليش هيك انا ما جايين الاغراض على الخصومات، اعتذروا مني انه ما وصلت الرساله وكان في غلط وهيك شيء، وتمام رجعوا لي الحساب، يعني فرق تقريبا شيء 300 ليره ورجعوا لي اياهم مصاري. يعني حبيت افيدكم بهالمعلومه مشان انه تنتبهوا عليها. رجعنا، رح اخذكم معي على البيم. هلا رحنا على البيم، طبعا بما انه ما عندي وقت واذا بتكوني برات البيت وهيك، حبيت افيدكم بهالشغله، يعني انه رح ناخذ اغراض جاهزين ونروح نجهز الاكل مع بعضنا سوا، تمام. انتوا قلتوا لي انه اذا في شغلات موجوده بالبيم وهيك، ان شاء الله كل فتره رح اشارك معكم شغله. هلا بصراحه البيتزا جربتها ابدا ما هي طيبه، ما بنصحكم فيها، هي البيتزا بتجي جاهزه، بيجي اربع قطع بالكيس بس، نهائيا ما طيبه يعني، ما حبيتها بالنسبه لي، تمام. هي الاغراض اللي اخذتها، هلا رح افرجيكم اياها ورح اقلكم على الشيء اللي بنصحكم فيه. هلا مثل الزيت انا باخده من البيم، ما بغير، على طول باخذ الزيت من البيم. طبعا هلا الخمسة لتر صاير حقها 50 ليره بما انه كل شيء غليان، بس نوعيته ممتازه، انا على طول باخذ منه. وهلا اخذنا هدول القطع الفروج، بيجوا قطع فروج، في منهم قطع صغار وفي منهم قطع كبار، تمام. كهنه لكم سعر الوحده 10 ليرات، بقلبها سبع قطع، وفي هدول الصغار السعر الوحده 5 ليرات، ما بعرف العدد اللي بقلبها، بس انا جربت الكبار بيجي بقلبها مثل فروج وله طحين وهيك، يعني ما اشبهن شيء، طيبين بصراحه، ما بعرف اسمهم، يعني اذا قالن اسم بينقلن شيء اسمهم ما بعرف، بس قريبين
كنتاكي هيك شي يعني قريبين لهنين. وشوفوا كان في عروضات بالبيم في هاي الموكيتة، بس انا كنت مشتريه يعني من برا وحده غير ما اخذتها يعني، بس كان في عروضات يوم الجمعه لانه بيصير عروضات بالبيم في هدول الغيمه والهيك، كتير حبيتهم لغرف الاطفال، بس بصراحه يعني ما اخذت منهم لسه يعني، ما عرفانه ما حاطه شيء معين ببالي، موديل معين ببالي حاليا، بس انه حبيتهم. يمكن اذا رجعت مره ثانيه اخذ منهم وراح اشارك معكم اذا اخذتهم. وهلا راح نروح على البيت سوا وراح اشارك معكم طبختي وراح انصحكم بالاغراض اللي اشتريتها. يلا خلونا سوا نروح على البيت. هلا هذا الزيت اللي جبناه هلا سوا من البيم. هلا انا بصراحه ما بشتري زيت غير من البيم، كثير بعجبني زيت البيم، فيه 5 لتر صاير سعره 50 ليره، كانت اقل يعني، بس هلا مغلينه صاير ب 50 ليره. يلا هلا رح نقلي البطاطا اللي جبناهن سوا. هلا هون جهزت الصحون، عملت هيك هي الفجل قسمته هالطريقه، وهي السلطه فرمتها بهالشكل. هلا هيك جهزتهم على بينا ما نقليون. يلا هاي اكله سريعه، ومثل ما قلت لكم رح اشارك معكم اكلات بتكون جاهزه من البيم، مثل ما قلتوا لي انه اذا في اكلات جاهزه وهيك رح اشاركها معكم. تمام يلا هلا خلونا نقليون سوا. وهلا هاي البطاطا اللي جبناها مثل ما شايفينها جاهزه. طبعا فيك تقلي بطاطا عاديه يعني، فيها كيلو تمام، سعرها كمان 5 ليرات او 5 ليرات ونص. بصراحة ما عندي وقت انه اجيب بطاطا واشرى وهيك، فانه جبت هاي لانه قلت لكم انا رح اجيب اكلات سريعة وجاهزة، فمشان هيك. في بصل بصراحة اللي ورجيتكم اياه بالمول ما حبيته قبل هالمرة، جبت منه انا بس ما حبوا الاولاد زيادة فما رجع جبت منه. وهلا رح نقلي هدول الشرائح كمان ما شايفين، هدول هنن هيك بيجي شكلهم، في بقلب العلبة 7 قطع، ما بعرف اذا مبين عندكم. هلا رح نفتحهم، فيه 7 قطع العلبه سعرها 10 ليرات بس، موجودين بالبيم طبعا، في كثير ماركت بس انا بجيبهم من البيم. طبعا حبيناهم يعني وطيبين حتى شاركتهم معكم. تمام، مع انه اول مره بستخدمهم وبجيبهم، لا جايبينهم قبل هالمره. فيهم 700 جرام العلبه، بيجوا 7 شرائح 7 قطع. هلا رح نقليهم سوا، بس رح نحط الزيت هيك رح يحمى الزيت ورح نقليهم فيهم. بس اول شيء انا رح اقلي البطاطا. هلا شايفين هلا هيك شكل البطاطا بعد ما فتحناها، وهلا كوى الزيت رح نشوف نزلتها ولا لا. طبعا هيك هي بوزة، رح ننزلها الزيت. لا هيك هذا شكل البطاطا بعد ما انقلت، شايفين بتبقى مقرمشه وما مفنشه ابدا بالزيت، هيك بتقرش قرش يعني مثل البطاطا اللي بتجي جاهزه، نفس الشيء من المحلات. عن جد كثير طيبه، بنصحكم انه تجربوها. يلا سوا يا هلا هيك صار معنا الاكل جاهز. هاي البطاطا مثل ما شايفينها مثل بطاطا السوق جاهز يعني، ما هي مفنشه ولا شيء. وهي عندنا شرائح الفروج على شبيه الكنتاكي هيك، بس بقلبه غير يعني غير تبله.
هاي السلطة وهي البطاطا الثانية. السخبر كان من بيقع منها أكل، وهاي البطاطا، هاي الفروزة، هاي الحبة، وهي الجزرة، هاي الجزر بتعرفوا نسيانينا تعالوا نشيل نحطها. ايه وهي الشوكولاتة الواحدة. يلا سوا يا حبي نسهر في ريح.